السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الله يكرمك. الله يبارك فيك. من فضلك لي سؤالين بس. السؤال الأول، في أخت يعني هي كانت حملت مولود وبعد كده ربنا رزقها ذرية أخرى، بس هو لما حملت المولود الأول ده يعني كانت شافت منام بيقول لها إن هي تطلع تذبح عجل وترمي في البحر، طبعا دي الأسماك يعني تتقرب للجن يعني بهذا، فهي لم تلتفت للموضوع ده يعني. فالموضوع ده فضل يتكرر عليها كتير يعني، الاحلام دي تتكرر من الشيطان من الشيطان من الولد من الشيطان عمره يعني تقريبا 30 سنه يا اخي، من الشيطان يا اخي، هذه من الشيطان. طيب هي عملت هذا الكلام، ايه الكفاره اللي عليها وايه الوضع اللي هي؟ عليها ان تستغفر الله عز وجل وان تعمل صالحا، ولعلها تعذر بجهلها. تمام.